هدف العمل على تحقيق آليات ومتطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برنامج الدبلومة المهنية لطب الأسرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، باعتبار طب الأسرة هو العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. في إطار التعليم الطبي المستمر بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية العمود الفقري لتطوير المنظومة الصحية في مصر، تم البدء في برنامج الدبلومة المهنية لطب الأسرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ليكون نواة حقيقية لبرنامج الرعاية الأساسية والإحالة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. تخصص طب الأسرة من التخصصات النادرة واللي احنا هنحتاج منه في اعداد كبيره جدا عشان تشغيل وحدات الرعايه الاوليه اللي موجوده في نظام التامين الصحي الشامل، ومن المتوقع ان احنا نحتاج في الفتره لغايه 2030 اكتر من 26,000 طبيب اسره، وبالتالي احنا عملنا الدبلومه دي عشان نساعد على تهيئه الاطباء وتدريبهم واعطائهم هذا التخصص، بحيث انه نقدر نوفر هذا التخصص اللي هيبقى مسؤول عن وحدات الرعايه الاساسيه في التامين الصحي الشامل، ولما هيزيد خبرتهم هيبقى هذا التخصص موجود ومتوفر، هيخف الضغط على النظام الصحي في الدوله كلها بالذات في الرعايات الثانويه والثلاثيه. برنامج الدبلومات المهنيه لطب الاسره ياتي بمشاركه منظمه الصحه العالميه الذي يتضمن العديد من البرامج التعليميه الطبيه في مجال طب الاسره وفقا لمعايير الجوده العالميه، بما ينعكس بشكل ايجابي على المنظومه الصحيه في مصر. عندكم هيئه الرعايه حاليا، هيئه العامه للرعايه الصحيه، هم ماخذين هاي المبادره مع التامين الصحي الشامل في نشر تعزيز الصحة، الوقاية من المرض، الاكتشاف المبكر، العلاج المبكر والتأهيل، وهي ضمن استراتيجية حقوق الإنسان المصرية التي أطلقها فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية. ضمن هذه الاستراتيجية كيف نصل لكل واحد لتقديم الصحة الأفضل، الصحة وأنا أركز على الصحة الأفضل، وفي نفس الوقت ضمن فريق صحي متكامل. تجاربنا في بعض الدول الناجحة أن يكون الفريق على الأقل الكادر الطبيب المتخصص لصحة الأسرة. في الحقيقة مع الوزير ورئيس الزمالة المصرية وافقوا على عمل زمالة في الفاميلي أند كوميونيتي نيرسينج، ودي خطوة جيدة جدا. إسوة بيها محتاجين إن احنا نعمل دبلومة، بروفيشنال دبلومة، لأن البروفيشنال دبلومة بتدي فرصة أكتر للتدريب العملي، بتدي فرصة أكتر للأداء، تحسين الأداء للتمريض، ودي لو اتعملت في الحقيقة هتحسن من الخدمات، حزمة الخدمات المقدمة. تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لمنظومة طب الأسرة خطوة مهمة وبداية حقيقية للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل الذي يهدف لتوفير خدمة علاجية ذات جودة عالية للمنتفعين كافة. محمد حلمي، التلفزيون المصري.